من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وإن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره، والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى. وأيضا ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها للعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن للأسف بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، حيث أفادت الشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكرها لأي اعتداء تعرضت له. للأسف مرة ثانية ثبت للنيابة العامة أن مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالة الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقوال من قام بتصويره وتسجيله. أثبتت الأدلة والتحقيقات تعرض المغدورة لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، مما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة. وجاءت نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحوصات السموم من مختبرات الأدلة الجرمية، وفي 4/9/2019 واستلامه قراءة نتائج الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض، مفادها أن سبب وفاة المرحومة إسرائيل غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل. وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي الذي تم نشره يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد لكم أننا بدأنا ومنذ الأمس بالتحقيق لمعرفة هوية من قام بالتسريب التقرير كونها جريمة يعاقب عليها القانون، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك. وأسأل نفسي سؤالا عن سبب هذا النشر، هذا التسريب الغير مبرر، ونؤكد مجددا أنه لا علاقة لاستقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة بهذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص عاري عن الصحة تماما. ورغم حالة التضليل للرأي العام بأخبار كاذبة واختلاق روايات مختلفة لا أساس لها من الصحة بقضية المغدورة إسراء غريب، إلى أننا حافظنا على سرية التحقيقات ولم تتأثر إجراءاتنا القانونية بها، وقمنا بإصدار 3 بيانات صحفية برسالة واحدة مفادها أن إجراءات التحقيق مستمرة، وتعاملنا مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية ووسائل الإعلام كشركاء حريصين على كشف الحقيقة. وعليه ومن خلال البينات والأدلة الثابتة بالملف تم تلاوة الاتهام لـ3 أشخاص
وهم ميم صاد وباغين وألف غين بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليها وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف للمحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة. وفي الختام، فإن النيابة العامة وبصفتها حارسة العدالة الجنائية ستبقى الضامنة للحقوق والحريات الأمينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات سريعة ومهنية لتقديمهم لمحاكمة عادلة.